متابعينا الكرام، متابعي اخبار الفجر المغربي والفجر سبور، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر لمواجهه نادي التحدي الرياضي قناه الطري ونادي نهضه زمام راه في اطار بطوله للشبان اقل من 19 سنه اللي كتنطلق رسميا اليوم. اول مره في تاريخ الدوري المغربي تقام بطوله للشبان. اذا اولى اهداف المقابله، اولى اهداف المقابله يعني في بدايه المقابله نهضه زمام راه كيفاش تسجل عن طريق عميد الفريق الحسين كمني، كيفاش تسجل لصالح نهضه زمام في الدقيقه الثانيه في تاريخ الدوري المغربي للفوتسال. الكره دائما عند لاعبين نهضه زمام، الحسين قويه وثاني اهداف المقابله الحسين كمني، هدفين متتاليين الدقيقه الثانيه 11 ثانيه الدقيقه الثانيه و 20 ثانيه نهضه زمام هدفين متتاليين والتقدم بهدفين دون مقابل على حساب نادي التحدي. الكره عند لاعبين 10 فقي حاولت مباشرة، أولى أهداف المقابلة، أولى أهداف المقابلة لصالح التحدي الرياضي القنيطري عن طريق مصطفى فقي، وبالتالي كيقلص الفريق مصطفى فقي. بدوء عند طونيا، طونيا حاول يلعب طويلة كونترول رائعة جميلة من عمر طونيا، جميلة من عمر طونيا عند اللاعب مصطفى فقي. الثنائية ثنائية الزمام عن طريق الحسين كملي وثنائية التحدي عن طريق مصطفى فقي، اللاعب اللي كيحملوا رقم 10 في الفريقين كيسجلوا وحمان عن طونيا في العريضة قوية من طونيا، لكن العريضة كتصدى ليها فقي تسديدة أخرى وحمان الفقي، فقي جميلة لكن زمزم كيتدخل، فقي يحاول يقطع مرة أخرى الكمني صراع مع لاعب التحدي مقطوعة. ممتاز اللاعب العميد يونس وحمان، وحمان كيتقدم الكرة السريعة جميلة، ناجي والفاقي، الهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح التحدي الرياضي القنيطري، الهدف الثالث لصالح التحدي الرياضي القنيطري. هاتريك ثلاثية اللاعب مصطفى الفاقي، هاتريك ديال اللاعب مصطفى الفاقي ثلاثية شخصية في هذه المقابلة. 8 دقائق و7 ثواني على بداية الشوط الأول والمقابلة، التحدي كيتقدم بثلاث أهداف مقابل هدفين. لكن الناس ما باغينش يخدموا، الرياضة في تقدم والناس ناعسين. هدف جميل، هدف جميل ورائع عن طريق محمد بيهات لاعب التحدي الرياضي القنيطري. التحدي كيسجل رابع أهداف المقابلة عن طريق اللاعب محمد بيهات، للإشارة جميع مصبخ محمد بيهات أحد منادى عليهم اللي غادخل بداية من يوم غد. زمزم طونيا ووحمان، وحمان غيسددوا طونيا. الهدف الخامس لصالح التحدي الرياضي القنيطري، الخامس لصالح التحدي الرياضي القنيطري عن طريق اللاعب عمر طونيا. طونيا كيسجل الهدف الاول في هذه المقابله، والخامس لصالح التحدي. نهضة زمام البحري وبن زيدان قويه جميله، قوية جميلة من عثمان مصطيح البحري، طبق من ذهب اللاعب عثمان مصطيح، وعثمان مصطيح كيسجل ثالث أهداف نهضة زمام راه النتيجة أصبحت تشير تقدم التحدي بخمس أهداف مقابل ثلاثة. وحمان سريعة، وحمان ناجي وبها الهدف الثاني لصالح بيهات في هذه المقابلة، السادس لصالح نادي التحدي الرياضي القنيطري. بيهات كيسجل الهدف الشخصي الثاني، والسادس لصالح مع وحمان. وحمان لعبة سريعة عند الناجي، مو جميلة الناجي، السابع لصالح التحدي، السابع لصالح التحدي عن طريق أيوب الناجي كيسجل هدف الشخصي الأول في هذه المقابلة. الناجي كيسجل هدف السابع لصالح التحدي وجه لوجه، كان طويلة من يونس وحمان، راوغ الحارس أيوب زمزم، والناجي كيسجل هدف الأول ديالو في هذه المقابلة، والسابع لصالح التحدي. التحدي كيتقدم سبع أهداف مقابل ثلاثة. غيموه الناجي جميلة، بيهات رائعة، بيهات كانت رائعة جميلة. الحسين كمني مراوغة جميلة جميلة رائعة. سامر تقدم التحدي بسبع أهداف مقابل ثلاثة أمام نهضة زمام الناجي. الهدف الشخصي الثاني لأيوب الناجي، الهدف الشخصي الثاني لأيوب الناجي. التحدي كيتقدم ثمانية أهداف مقابل ثلاثة على حساب نهضة زمام. أيوب الناجي كيسجل هدفين شخصيين في هذا الشوط الثاني من المقابلة. التحدي كما قلنا كيتقرب. طونيا وجه لوجه، ثلاث لاعبين، الفقي كيسجل الرابع الشخصي، الهدف الشخصي الرابع، سوبر هاتريك ديال اللاعب مصطفى الفقي في هذه المقابلة. التحدي كيتقدم بتسع أهداف مقابل ثلاثة. 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني. جميلة جميلة رائعة عن طريق عمر طونيا،
ماطوني كيسجل الهدف الشخصي الثاني، الهدف الشخصي الثاني لصالح ماطوني في هذه المقابله، والعاشر لصالح التحدي. طوال الاسبوع المقبل فقير 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 ممتاز فقير ممتاز فقير ممتاز ممتاز فقير. خمس اهداف شخصيه في هذه المقابله، خمس اهداف شخصيه في هذه المقابله مصطفى الفقير. التحدي كيتقدم 11-3 على حساب نادي نهضه الزمامره. الفقير كيسجل خمس اهداف شخصيه في ديال الفريق الاول لنادي التحدي. اجل المساعده والدعم ديال الشبان، قويه قويه جميله جميله عن طريق اللاعب رقم 4 عثمان مصطح. عثمان مصطح كيسجل الهدف الشخصي الثاني في هذه المقابله وكيقلص الفريق، والنتيجه اصبحت تشير التقدم. التحدي الرياضي القومي تقريبا 11 هدف مقابل 4. ما نساوش عبد العالي كوعي، قويه جميله ممتازه ممتازه ممتاز الحارس صلاح الدين زهران في هذه اللقطه الاخيره. كانت دقيقه مركزه من اللاعب عثمان مصطح، لكن اللاعب عثمان مصطح لكن زهران كيتفضل. جميله رائعه من زهران، سديتين متتاليتين اللاعب عثمان مصطح، لكن زهران كيتفضل بصعوبه. مصطح في مواجهه اخرى مع زهران، مصطح مصطح زهران 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 كيتفوق في المواجهه مره اخرى. مصطح وزهران، زهران كيتفوق زهران كيتفوق، لكن تدخل الدفاع بتاع التمويل. بن زيده ممتاز زهران، لكن بن زيده كيقطع وكيسجل الهدف الخامس لصالح نهضه الزمامره. معاذ بن زيده كيسجل الهدف الخامس لصالح نهضه الزمامره في هذه المقابله، والنتيجه ديال نادي التحدي الرياضي القومي تعالي كره مع التحدي. التحدي الفقير الفقير ممتاز هذا اللاعب، ست اهداف ست اهداف الاعيون الاعيون في هذه المقابله. عمر الشباخ كانت على المنادى عليه من المنتخب الوطني بيات ووحمان، لكن الفقير كيخلق مفاجاه كيقلب الاوراق ديال هذه اللحظات. الحكم كيعلن على نهايه المقابله بفوز نادي التحدي الرياضي القومي تعالي 12 هدف مقابل 5 على حساب نادي نهضة الزمامرة هنا في قاعة حدا مدينة القناطرة. إذا كان معكم في هذا البث المباشر تلاقي المهدي قشيني وعمر الشباخ، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله. كلامي كنشكر اللعابه ديالي اللي دار واحد المجهود لا باس به. بالنسبه للدراري سي لا بروميير فوا غادي يلعبوا هاد الفوتسال، وهما كانوا ديجا كيلعبوا في الكرون فوت ودخلوا لنا مونك دونترينمون مقيم لومبلاسمون ديالهم. يعني على العموم بالنسبه لي انا راضي عليهم، لان شويه ديال لي زونترينمون دي سيونس هذا و السيستيم دو جو او ميم طون يعرفوه، لان كيما لاحظتي باقي غالب عليهم واحد الطابع ديال الكرون فوت اللي دريب كتجمع لا كره، باقي دي بتي فوت اللي كيكونوا مثلا ديال لا توش ولا ديال الكارديا. مي على العموم الحمد لله بهذه النتيجه هذه مع فرقه يمكن جو بونس ديجا كتلعبها، لان معروفه على قنيطره الفوتسال، وانا راضي عليهم وميرسي بيان لوتر ايكيب لادفيرسير كنهنيهم بهذه المناسبه وعلى الاستقبال ديالهم وعلى الفير بلاي ديالهم، وكنشكركم حتى انتوما في هذا المربون. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، تنبغي نشكر الفريق كامل، الطاقم ديال الفريق كامل، منو السي عبد العالي الضو وخويا مصطفى والسي الرئيس النحيله، وتنشكر اللعابه على الروح القتاليه، وان شاء الله يكون الخير مع الفريق، وتنطلبوا مسيره تكون موفقه ان شاء الله. وللحديث شكرا لكم. التحضيرات كانت جيده الحمد لله، كنا تنمشيو ونترينيو بزاف والحمد لله، راه مقابلة كانت قوية في اليوم والحمد لله لعبنا بروح قتالية. الحمد لله كانت استعدادات جميلة، راه بدينا كنبريباريو شحال هادي، وكنشكروا المدربين ديالنا اللي عاطين مجهود كبير وكيتعاونوا معنا، والبطولة كانت مزيانة الحمد لله. كما كتشوف كنا خاسرين، كانوا متقدمين عندنا بجوج أهداف، ولكن حاولنا ما نفقدوش الأمل والحمد لله النتيجة بانت. واليوم السته ديال الاهداف اش تقولنا على والحمد لله بجهود ديال الدراري صحابي اللي كيمروا ليا، وكنشكرهم بزاف ماركيت ست البيوت، وكنشكرهم بزاف وبالتعاون ديالنا ماركيت. كانت انتم عندكم اكيد كان في قنيطره غير الفريق ديال الكبار، اليوم كنشوفوا ايديز، اذا هذه مناسبه مهمه باش تبينوا فيها المؤهلات ديالكم. وي ان شاء الله باش يطلعوا الدراري يبقاو يعطيو للشباب الصغار فرصه ويطلعوا الدراري مكونين مزيان،
الحمد لله كنشكرهم على هذه المبادره اللي داروا على هذه الفئه هذو مزيان. اخبارك ان كاين منتخب ديال اي 19؟ وي اخبار اخبار كنتمناو ان شاء الله بالتوفيق ونمشيو ان شاء الله. تخدم فيه مستعد انك تنزل ان شاء الله؟ ان شاء الله علاش لا تعطاتنا الفرصه علاش لا. شنو خاص؟ خاصنا نخدموا ونترينيو ونبينوا والكمال على الله. كيفاش تلقيتي المناداة عليك للمنتخب الوطني؟ كتدخلوا له غدا ان شاء الله. وكيف ما تعرفوا راه هذه مناسبة زوينة باش يولي عندنا مستقبل زوين، ولاو دراري صغار طالعين شبان صاعدين في الكرة ديال داخل القاعات. كنتمناو يكون الخير تم استدعاء ديال المنتخب ونتمناو يكون الخير ان شاء الله. كيفاش كانت الاستعدادات ديال فريق التحديد هذا؟ كان استعدادات اللي هي قوية، خدمنا على راسنا ديال بصح. دابا راه شي شهر ونص باش حنا تنترينيو الفيزيك ووقفة في التيران ضروري الكرة كيفاش تلعب، والحمد لله حقنا انتصار الأول. يعني ما كانش صعوبة مع المدرب مع باقي اللاعبين؟ لا الحمد لله مدرب مزيان، مساعد ديالنا تيفهمونا مزيان، كلشي كاين، كلشي الحمد لله مزيان. وعلى المنادات الفريق الوطني انت سعيد؟ اكيد سعيد جدا. ضروري ما تكون سعيد، هذه فرصه لا تعوض بالجيك مره اخرى.